بإصرار اللايالين على مواجهة جرائم التعدي على أراضي الوادي والدلتا الزراعية، خاضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية معركة كبرى بطريق طنطا القاهرة بمحافظة الغربية للمرة الثانية في أسبوع واحد لإزالة تعديات مفجعة على الأراضي الزراعية في محافظة ليس لديها ظهير صحراوي، إلا أن المخالفين يتبرون في الحجج ويتوهمون أنهم ضحايا. تم إخطاري، بس أنا رد علي، هل في شبر أرض أنفع أعمل عليهم مشروع عشان أهل المحافظة دي، عشان أهل المحافظة دي ياكلوا عيش غير الأرض الزراعية دي؟ بلد دي ما تزرعتش، بتضطر تبني بأرضها لأن المحافظة الغربية على وكل خصوص ملهاش ظهير صحراوي، فالناس بتعمل أي حاجة. تعمل إيه؟ لا يمكن السكوت على هذه الجريمة في حق الوطن، ده حرم الطريق، يعني حتى باني على حرم الطريق أرض زراعية وحرم طريق، يعني نقول فجور في 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 حق القانون وفي حق الشعب وفي حق المواطنين. الأجهزة التنفيذية ساهمت من جانبها بجزء كبير في التعدي على الأراضي الزراعية والبناء فيها وتبسيط العقوبات وإيجاد مخرج للمتهمين للحصول على البراءة. هذا جواب موافقة الطرق على عمايل الصورة، هي أهي من 2008 من 2001، وده موافقة الوحدة المحلية هي للكهرباء، وده براءة هي. ما يحدث في القرية المصرية في غاية الخطورة، فالمشهد على الواقع مخيف، تعديات مهولة في تحدي واضح للقانون وعدم إدراك لخطورة التعدي على مستقبل مصر الزراعي. أنا قبل كده حذرت المواطنين من أهل الغربية إن الغربية ليس لها أي ظهير صحراوي، وبالتالي أي متر بيستقطع، وقلت الكلام ده قبل مرة إن هو بيستقطع من جسدهم، لأن بعد كده هيقولوا الخضار سعره غلي. تمام، بيأجل لنا جدول زمني من المديرية على الإزالات، بيبقى اختراط بيها في خلال الشهر 5-6 عمالات أقل حاجة للإزالات، بيبقى فيها اختراط مسبقة واستعدادات أمنية زي ما حضرتك شايف كده. خطر حقيقي يغتال أراضي الدلتا الزراعية كل يوم رغم مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي التي يقوم بها وزير الزراعة. خطط الرادعة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المسؤول الرئيسي عن التبوير، فزيادة حالات التعدي أمر يهدد بتأكل الرقعة الزراعية، فالحد من هذه الظاهرة يتطلب تكاتف الجميع للقضاء عليها. من محافظة الغربية، سيد زيد، التلفزيون المصري.